انا عايز اطلعكم ترند. طلعنا ترند؟ اه قررت. طب قبل ما تطلعنا ترند بس عندي نقطه مهمه، معلش نقطه مهمه في حته المنتخب دي هتعجب الجمهور والله. كابتن حسام، لا الكابتن حسام كان مستاء من حضور الجماهيري في المباراه الاخيره، مباراه موريتانيا. مفيش تمام، وبالتالي طالب رسميا من اتحاد الكره ان اي مباريات للمنتخب في الفتره الجايه تحاول تكون في الاقاليم. هايل. في اماكن معينه طلبها، اسكندريه مثلا، الصعيد، يعني هو ما حددش ملاعب، غزل المحله، ملعب غزل المحله، ولكن اتحاد الكره رفض. غير مدرج ملعب غزل المحله، غير مدرج. لا، الوحيد اللي كان ممكن يجيب عليه موافقه. ايوه بس هو الملعب غزل المحله غير مدرج في الاتحاد الافريقي ان يتقام عليه مباريات، بس لو اتلعب كان عايز يلعب في استاد غزل المحله، وبعدين عشان الموضوع غير مدرج كان عايز يلعب على استاد السويس. بس الاقرب دلوقتي المباراه الاخيره بتاعت بوتسوانا هتكون في استاد الدفاع الجوي، لان استاد القاهره خلاص هيتقفل عشان ماشي. ما استاد الدفاع الجوي ده كده ما سافرش برضه. لا ما هو مش هيسافر، هو خلاص طلب فعلا يلعب في الاقاليم مع اول مباراه دوليه وديه ما فيهاش ملاعب مدرجه، مش لازم يكون الملعب مقيد في الكاف او الاتحاد الدولي، يروح يلعب في غزل المحله او عايز يعمل ده عشان يلم الجمهور حواليه. ده كلام محترم.